السلام عليكم، معكم كلاشر، رجعنا الى التوب 5 في لعبة اوفر واتش. كيف تفون يا جماعة؟ الترتيب عشوائي يعتمد على التصويت، رابط التصويت واسامي الفائزين في المقطع الماضي كلها موجودين تحت الديسكريبشن، وان شاء الله من يوم الثلاثاء القادم بنحول التوب 5 الى توب 10، لان كمية المقاطع اللي توصلني مرة كثيرة مش قادر اغطيها. معنا في المركز الاول المور، يلعب شخصية الجنكرات، شخصية مرة خفيفة وترفع ضغط الزبدة، دخل على تشيك بوينت وكم الاول الثاني فك السوبر، وكم يا حبيبي يلا الثالث الرابع الخامس الريبر ودع ستة. معنا في المركز الثاني احمد، يلعب شخصية فرح، تعال نعد كم واحد قدر يشيل الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، قصة ما انتهت، الثامن التاسع والعاشر، كفو عليك. معنا في المركز الثالث ماجد، يلعب شخصية الودو ميكر، 10 على 10، خلونا نشوف وش قدر يسوي. فرح هيت شوت، ويدو بعد توكل هيت شوت، اللي بعدها ريبر زاير هيت شوت، ميكراي هيت شوت، كفو عليك. معنا في المركز الرابع الصالحي، يلعب شخصية الراينهارت، خلونا نشوف وش اللي قدر يسويه بالشخصية هذه، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس زنياتا تفضل السادس. معنا في المركز الخامس ذا داركنس، طبعا يلعب بشخصية من زنياتا، خلونا نشوف وش قدر يسوي في هذا الشخصية عشان يحصل على البلاير اوف ذا جيم، طبعا اول ثاني ثالث الرابع كمل الريبر الخامس، كفو عليك.